أرخص الناس واحد من يرافقك كظلك عندما يحتاج إليك، ثم يختفي تماما من حياتك عندما تحتاج إليه. 2، من يبوح لك بأسراره الصغيرة لكي ينتزع منك أسرارك الكبيرة ويشهر بها. 3، من يأخذ منك كل جميل ثم ينكر الجميل. 4، من يعرفك حق المعرفة لكن إذا سمع شيئا عنك يحكم عليك بما يسمع عنك لا ما يسمع منك. 5، من إذا اختلف معك أفشى كل أسرارك بعد أن يبروزها. حتى هؤلاء يا رب ساعدنا لكي نقبلهم ولكي نحبهم ونساعدهم لكي يتغيروا للأفضل. أرجوك كن أنت الأفضل دائما.